مع نهى سعدي. ويا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله أعزائي المستمعين على أثير إذاعتكم ألف ألف فم، برنامج طبابة، برنامج يعنى بكل ما يخص الثورة الطبية الجديدة، مشاكلكم الصحية، إيش منكم محتاجين أنتم من معلومات، من نصائح، من استشارات طبية صحيحة تأخذوها من مصدرها الملائم الموثوق. وطبعا حلقتنا اليوم برعاية المستشفى السعودي الألماني، نرعاكم كأهالينا. طيب احنا بنتكلم اليوم عن شغلة اقدر اقول لكم ما لها عمر معين، يعني ممكن يعاني منها المراهق الصغير الكبير بالعمر، وبالذات الشخص اللي عنده مشاكل في الاعصاب والعظام. نتكلم عن جراحات اليد والجراحات المايكروسكوبية. وطبعا معانا في حلقة اليوم الدكتور، ان شاء الله اقول اسمه صح، الدكتور عبد الرحمن الدياسطي، اخصائي اول جراحة عظام، وكان مختص بشكل خاص بجراحة اليد والطرف العلوي والجراحات المايكروسكوبية بجانب جراحة تثبيت الكسور وعلاج الاصابات وتخصصات العظام العامة، عضو بارز وفعال في المستشفى السعودي الالماني. اهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفت بحضرتك وشرفني وجودي مع حضراتكم. وإحنا كان مبسوطين بيك جدا، وأخيرا طبعا لقيناك بالرقم السعودي، يعني إحنا جانا رقم غير سعودي تعبنا فيه شوية، فدلوقتي أنت معنا خلاص. شرف لي يا فندم. مسكناك يا كابتن. طيب يا هلا يا دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، أنا ما شاء الله تعرف أديت لهم لستة بالتخصص حقك، يعني أخصائي جراحة عظام وجراحة يد وطرف علوي وجراحات ميكروسكوبية بجانب جراحة تثبيت الكسور وعلاج الإصابات وتخصصات العظام العامة. طيب أبغى أسألك هذا السؤال، هذا تخصصك الدقيق صح؟ تخصصي الدقيق بالضبط هو جراحة اليد والطرف العلوي والجراحات الميكروسكوبية، ده التخصص الدقيق. هذا الدقيق بجانب بالضبط كده، ده بجانب يعني جراحين العظام لازم يكون عنده خلفية جيدة بالتعامل مع الكسور المختلفة أو الردود أو الإصابات العامة، سواء الحوادث لا قدر الله أو الإصابات البسيطة، وقعة بسيطة أو مثل هذه الأمور، فكلنا بيبقى عندنا خلفية عنها. لابد فعلا. وبعد كده بقى بيبقى في يعني درجات مختلفة، زمالة أو تخصص بعض الكسور ذات الطبيعة الخاصة، كل واحد بقى في المجال اللي يخصه، يعني مثلا العمود الفقري محتاج حد متخصص بالعمود الفقري وتقويم العمود الفقري. فعلا بالضبط كده، دي تبقى حاجة خارجي مثلا، خارج المجال أو السكوب بتاعي أنا بشتغل فيه. طبعاً دكتور لو تكلمنا إحنا عن جسم الإنسان، يعني تتكون يد الإنسان لوحدها تخيل من 27 عظمة، منها 8 عظام تكون مفصل المعصم، وخمس عظام ثانية أو أخرى تشكل عظام مشط اليد، بالإضافة ل 14 عظمة تسمى السلاميات اللي تتكون من أصابع اليد الخمسة، وترتبط هذه العظام كلها مع بعض مع أربطة وعضلات ذات وظائف دقيقة. طيب إحنا الآن عارفين إيش اللي حاصل باليد بالتحديد، هل أي أحد عنده مشاكل بالأطراف سواء الطرف العلوي يلجأ لك بالنسبة لتخصصك أو لتخصصك الدقيق دكتور؟ ما شاء الله حيك ملم جدا بالصفات التشريحية لليد، ربنا يبارك في علمك. لا بيني وبينك الأحياء كل سنة ناخدها وكل مش عايزين نصاط فيها، فالحمد لله حفظناها كلها. ربنا يبارك فيك ويزيدك علم وينفع بيك دايما يا رب. فكلمنا يا دكتور، مين يلجأ لك بالتحديد أو في أي حالة بيلجأ لك المريض دكتور عبد الرحمن؟ حاضر. احنا نقصد بالطرف العلوي زي ما حضرتك تفضلت، من اول الاطراف بتاعه الاصابع، من اول طرف الصباع او السلاميات الدقيقه، للرزغ، للساعد، للمفصل، الكوع او المرفق، للعضد، للكتف، وكمان بنقدر ندخل في تخصص جراحه اليد لحد جذور الاعصاب او مخارج الاعصاب من العمود الفقري عند الفقرات العنقيه. جميل. ده بيتضمن كل الأنسجة اللي حضرتك وصفتها. حلو. بداية من العظام ما بين عظمتين بقى أو أكثر زي ما حضرتك تفضلت، بيكون المفاصل، المفاصل الممسوكة من بعض بالأربطة، الأوتار، الأعصاب، الأوعية الدموية، كل الإصابات، كل الأنسجة دي، الحاجات اللي تخصها في الطرف العلوي بنقدر نتعامل معها، سواء مشاكل مرضية عادية أو لا قدر الله كسور أو إصابات بسيطة أو إصابات كبيرة ومتقدمة، لحد بس كامل لطرف، سواء بعد الشر إصبع أو يد أو أكثر من كده، اللي هي بنسميها إعادة زراعة الطرف المكسور. ممتاز. أقصى تعتبر التوب أو يعني قمة الجراحات الدقيقة في تخصص الجراحات الميكروسكوبية، لأنك فعلا ساعتها بقى بتتعامل مع النسيج المكسور كامل بتحتاج تصلحه مرة تانية، سواء عظام أو أربطة أو مفاصل كما سبق وحيث تفضلت بالذكر وذكر.
طيب تمام دكتور، طبعا في عندنا شوية استفسارات حنروح لها على آخر الحلقة، بس بذكر المستمعين لو أي حد عنده طبعا استفسار أو طبعا سؤال للدكتور عبد الرحمن الدياسطي اللي هو أخصائي أول جراحة عظام بالمستشفى السعودي الألماني، كل اللي عليكم ترسلون رسالة بالمشاركة أو بالسؤال على واتساب الإذاعة 055-66-89-001. دكتور عبد الرحمن بنعطيك نفس شوي، بنطلع فاصل وحنكمل معك. طيب يلا خليك معنا. طبعا معنا لسه دكتور عبد الرحمن دياسطي أخصائي أول جراحة عظام، ومعكم خلف المايك هاني المهندس، وأسئلتكم طبعا أكيد حتكون في الحسبان والاهتمام. بنطلع معكم فاصل بسيط وأنتم تستمعوا لذاتكم ألف ألف فهم لا تغير الموجة. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج طبابة على أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم، وهذه الحلقة برعاية المستشفى السعودي الألماني، نرعاكم كأهالينا. اللي حاب يستفسر طبعا عن المواعيد، عن الخدمات، عن كل ما يقدمه من خدمات رائعة طبية مستشفى السعودي الألماني، كل اللي عليكم أنكم تتواصلوا معهم على الرقم الموحد 920000 ثلاث مرات 7997. ومعنا في حلقة طباب اليوم أحد الأعضاء المميزين والبارزين في مستشفى السعودي الألماني دكتور عبد الرحمن الدياسطي أخصائي أول جراحة عظام، ولكن تخصصه الدقيق جراحة اليد والطرف العلوي والجراحات الميكروسكوبية. معنا دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا معك. يا هلا دكتور. طبعا دكتور عبد الرحمن أقدر أقول لك شغلة، إنه تعتبر جراحة اليد بشكل خاص من التخصصات حق جراحة العظام نقدر نسميها الفرعية، واللي طبعا تعتني بالأمراض اللي تصيب الطرف العلوي من اليد إلى ما قبل الكتف وتتعامل مع كل المشاكل هذه. فبغاك تكلمنا حسب تخصص حضرتك، وش الأمراض الأكثر شيوعا في هذا التخصص؟ أكيد خلينا نتعامل الأول أن احنا بنقسم المشاكل العظام لإصابات أو كسور والمشاكل العادية العامة، وناخد نسيج نسيج زي ما اتفقنا. الكسور انفصال العظم نتيجة وقعة أو ولا قدر الله يعني حاجة تقيلة توقع على إيد شخص أو الكعب يقع، أشهرها لو كسر أسفل عظمة الكعبرة عند الرزق، يعني حوالين الرزق كده في عظمتين، عظمة كبيرة وعظمة صغيرة. العظمة الكبيرة دي هي من أشهر العظام اللي بتتكسر سواء في الأطفال أو في الكبار. يعني الجميع ما حد معصوم منها للأسف، وهي الأشهر، لأن أي حد بيحاول يحافظ على نفسه أنه يحمي وجهه أنه هو يسند بإيده طبعا. من كتر حدوث هذه الإصابة بقى من الحاجات المهمة جدا أن احنا نطمن في السيدات بالذات ومن هم بعد 40 أو 45 خلينا نقول، نعم، على هشاشة العظام، لأن ده أحد العوامل الرئيسة اللي بتسهل حدوث مثل هذا الكسر، وبالتالي مهم للسيدات الوقاية من مثل هذا الأمر بالكالسيوم الموجود في اللبن، الزبادي، الأجبان المختلفة، والحفاظ على مصدر دائم من فيتامين د، لأن بطبيعة الحال المصادر الطبيعية في الأكل ضعيفة جدا أو شحيحة، فالناس غير المصدر الرئيسي الطبيعي الشمس بجانب التغذية اللي فيها الأطعمة اللي هي فيها تقوية بفيتامين د جاهز. طبعا تفش الغريب دكتور انه احنا يعني دول الشرقية عموما من اكثر الدول يعني الشمس فيها ما شاء الله حارة وقوية، لكن الغريب في الموضوع انه في السعودية فيها شاشات عظام بالرغم من ده الموضوع. لازم في شوية شروط عشان نستفيد بالشمس بطريقة مظبوطة. اولا محتاجة تعرض لضوء شمس مباشر فترة، بتختلف طبعا حسب المكان اللي ما حيك قلت، يعني نعم، الغرب غير الشرق، والقرب من خط الاستواء والبعد عنه بيفرق في الفترة والمدة اللي المفروض نتعرض فيها للشمس. حلو. نقول بصورة بسيطة شوية وقت الضحى من أفضل الأوقات اللي نتعرض فيها للشمس ببعض الشروط. محتاجين نتعرض يوميا حوالي ربع ساعة للشمس، محتاجين أكبر قدر مناسب من الجسد يتعرض، يعني وصفوها بطريقة أسهل شوية، يعني من أول الكتف لحد طرف الإيد ومن أول الركبة لحد القدم، دي أقل مساحة عشان يبقى فيه جزء كفاية من الجلد تعرض للشمس، طبعا مع الحفاظ على الخصوصية في مثل هذه الأمور. دكتور طيب بالنسبة لوقت الضحى يعني فترة العصر مثلا يعني بعد الثلاثة ولا متى؟ يعني فترة الضحى اللي هي الفترة اللي بنتكلم ما بين يعني لحد الساعة 11 مثلا الصباح، ومن 9 ل 11 دي الفترة الأفضل، الفترة الذهبية للتعرض.
زمان كانت الأبحاث بتقول ما بعد الشروق وما قبل الغروب، بس الأبديت أو آخر توصيات يعني لا اختلفت شوية، لدرجة أنا بقول لحضرتك بتختلف أنت بعيد قد إيه عن خط الاستواء، لأن فترة التعرض كمان مثلا يعني في الغرب مثلا بيحتاج يتعرض لفترة أطول من الربع ساعة، بينما أنت لو عندك الشمس موجودة ومتاحة بتحتاج فترة أقل. حاجة اسمها الـ UV Index بيختلف من بلد للتانية وبيختلف من وقت للتاني، فعلا الامور على الناس اللي هي بطلع. لا احنا ما هنعقدها، بس هنقول حسب كلامك دكتور، شكرا على هذه المعلومه الجديده، هي تعتبر ابديت قوي انه من 9 ل 11 الصباح هو الوقت المثالي للتعرض للشمس، صح دكتور؟ صحيح، وده لوحده برضه عشان ابقى امين مش مصدر مش مصدر كافي لفيتامين د، ده حاجه بتقي شويه، لكن لو حد بالفعل بقى عنده نقص فيتامين د لازم هياخد سبلمنت او تقويات من الخارج، وعشان نحافظ لحد ما يوصل لمستوى مناسب بعد كده بيحافظ برجوعات بسيطة خالص بجانب التعرض للشمس، بالذات الأطفال يعني. نعم. الأطفال بيبقى لسه بيبني عظمه وهو صغير، من بعد 6 شهور بنبقى الفترة اللي بتبدي يظهر فيها حاجة اسمها لين عظام، فترة ما بعد 6 شهور لحد 2 سنين، بالفترة دي بنبقى محتاجين يبقى فيه كالسيوم كويس من خلال الألبان والأجبان ومثل هذه الأمور. نعم. بجانب موضوع فيتامين د والمحفز من خلال التغذية بجانب موضوع الشمس. وبالنسبة يعني احنا كنا بنتكلم طبعا عن هشاشة العظام عند السيدات، نرجع للموضوع انا طبعا على نعم كسر اسفل عظمة القابورة عند الرزغ من اشهر الخطوط، عشان كده لما نبقى عايزين نشخص هشاشة العظام من ضمن النقاط اللي بنقيس فيها كثافة العظم هو عند منطقة الرزغ بجانب منطقة عنق عظمة الفخذ عند مفصل الحوض والفقرات الاسفل الظهر. نعم. ثلاث مناطق اللي بنقيس فيها هشاشة العظام، ومن كتر ما الأمر شائع بقى الرزغ من أحد الأماكن الهامة اللي بنقيس فيها الهشاشة أو سمك العظم قد إيه أو متانة العظم، خلينا نقولها بصورة يعني سهلة شوية لتقريبها للمستمع. وعلى أساس كده بنقول المريض محتاج علاجات معينة لعلاج الهشاشة أو بمختلف درجاتها بقى سواء حبوب أو حقن وما إلى ذلك، عشان يقوي العظم عنده فعلا ويكون مناعته جدا عالية، وبالذات زي ما تفضلت على هذه الإصابات نقلل فرصة الكسور. بالضبط كده. طيب من الكسور الثانية الشهيرة في عظمة الزورقية، هي من العظام الشهيرة جدا، يمكن معظم العظام في الجسد وعلى حسب مكانها بالضبط وعلى حسب صفات فنية مش أحبش أذك بها مستمعينا، لكن يعني ممكن العظام تتعالج بعلاج تحفظي، مجرد جبيرة، مجرد جبس، وأحيانا طبعا بنحتاج تدخل جراحي. العظمة الزورقية الغالب عليها انها بتحتاج تدخل جراحي نادرا او مش نادرا، جزء يعني بسيط من لانه هي من العظام الثمانية اللي بتكون عظام الرسغ واكثرها عرضة للكسر مع الاسف. بالضبط، حضرتك مذاكر احياء كويس جدا. هو مذاكر احياء، قلت لك مش عايزين نسقط يا كابتن، قلت لك فالعظمة الزورقية يعني دي نقطة من النقاط الهامة، يمكن يعني تألف فيها كتب ومراجع كتير جدا في هذه العظمة تحديدا، عشان كده الرسالة اللي عايز اوصلها الان انها مهم جدا علاجها بطريقه مظبوطه، جراح يد يبقى فاهم الوضع. بس يعني تعرف كيف إيه؟ دكتور مشكله في العظمه حقت الزورقيه انه التحامها ثاني مره يكون صعب عاده. بالضبط. ايش رايك؟ التحامها بياخد وقت طويل لانه هي بتغذي شريان او تفقد شريان لما تنكسر، صح ولا؟ التغذيه الدمويه بتاعتها فعلا إيه؟ او الترويه الدمويه بتاعتها خاصه جدا وممكن نقول شحيحه شويه، فده اللي بيخليها عظمة يعني ليها تعامل بصورة خاصة شوية عن باقي العظام الموجودة في الجسم عامة أو في اليد والطرف العلوي خاصة يعني. هي very sensitive، يعني ما أقدر أقول لك إنه أتوقع بتعانوا أنتوا لما يجيكم إنسان مصاب فعلا. الله يعينكم. يعني الله يبارك في حضرتك. لو جينا بقى نكمل الأنسجة وفي نعم. الأحياء بتاعتنا، يبقى إحنا كده اتكلمنا عن العظام. من الأجزاء المهمة جدا الأربطة. الأربطة هي النسيج اللي بيمسك العظام ببعضها وبيكون عندنا مفصل زي مفصل الرزغ أو مفاصل الأصابع الدقيقة أو مفصل الكوع أو الكتف وما إلى ذلك. نعم. فالأربطة هي اللي بتحافظ على علاقة العظام دي ببعضها وما تخليش حاجة اسمها خلع تحصل. خلع ده من الطوارئ الهامة جدا عندنا في جراحة العظام اللي ممكن تخلينا لازم نرجع الخلع اللي حصل ده في أسرع وقت ممكن. إصابات الأربطة لو ما تمش علاجها بطريقة مظبوطة قد تؤدي إلى ألم مزمن، وفي حين أن تشخيصه مهم ويبدو بسيط، لكن بيختلف الأشخاص في كلمة في تشخيص حاجة اسمها جزع أو ردة بالرزغ. سهل قوي زي ما تعلمنا أن أنا أقول للمريض لا أنت كويس روح، أنت عندك مجرد جزع بسيط،
في الرزق. الكلمه دي ما تطلعش بسهوله غير لما مطمن 100% بالفحص الاكلينيكي باشعاعات دقيقه جدا ممكن كمان في بعض الاحيان بنستخدم المنظار الجراحي عشان اشخص ان كان في قطع في الرباط ولا ما فيش. لان العواقب ان انا اقول ان ما فيش عندك حاجه غير جزع بالرزق مش سهله. جزع يعني اصابه بسيطه في الاربطه، ما تمش قطع كامل او جزئي بالاربطه، وبالتالي مش محتاج تدخل. فالوصول لمثل هذا الامر او وصول لكلمه انت ما عندكش حاجه غير جزع مش سهله. يعني عايز اقول لحضرتك كلمه نورمال دي يعني لما تيجي تسال احد العلماء يعني ايه نورمال، يعني ايه الشخص ده نورمال او الشخص ده طبيعي، تجد ديبيت وخلافات قوية جدا. نفس الأمر أنا بقدر أقوله هنا على جزع الرزق، مش بسهولة قوي إن أنا أقول للمريض أنت عندك ما عندكش حاجة خالص وده جزع بسيط وهيخف. لازم بنتابع المريض، ممكن في أول أسبوعين يبقى ده حاجة بسيطة، لكن يبقى تحت عناية وتحت متابعتي لمدة أسبوعين وقد تمتد لشهر لحد ما أقوله لا الحمد لله إحنا ما فيش حاجة خطيرة أو ما فيش حاجة مقلقة. لأنه فعلا ممكن يتطور الموضوع، معك حق. صحيح. لو جينا بقى ناخد المفاصل، احنا خدنا العظم والأربطة، ايه اللي اكتر المشاكل اللي بتصيب المفاصل عامة في الجسم وفي جراحة اليد والطرف العلوي؟ الخشونة المفاصل حضرتك تتكلم عنها؟ صحيح كده. والتهابات المفاصل الروماتيزمية يمكن؟ بالضبط يا فندم. حلو. خشونة منها انواع زي اللي هي الخشونة الاولية او خشونة ثانوية. يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ الخشونة عامة يعني تآكل المفصل، المفروض السطح الطبيعي بتاع المفصل عند المجال اللي بيحصل عنده الحركة يبقى فيه سطح، ربنا سبحانه وتعالى خلق طبقة ناعمة جدا من الغضروف اللي هي الكارتليج، ودي بتسهل الحركة بنعومة وسلاسة وبدون أي مشاكل وبدون ألم. هنا هي تآكل هذه الطبقة الناعمة وبداية تكوين عظام زيادة وغير طبيعية بتسبب ألم للمريض. إن عاجلا أو آجلا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ان احنا هيجينا هذه الخشونه في اعمار مختلفه في اوقات مختلفه، زي ما شعر البني ادم الطبيعي ما بيبيض نقدر نقول ان المفاصل مع الوقت ومع تقدم العمر بتصيبها هذه الخشونه الاوليه اللي هي ليست نتيجه مشاكل تانية. يبقى احنا محتاجين يعني تقدم في العمر اكثر. صحيح. ده ان عاجلا او اجلا فلازم نقي نفسنا من هذا الامر بالرياضه، ده الاساس. وطقطقة الأصابع أنا ما بحبهاش الحقيقة، أنا لا مبعد عنها تماما عشان أحس أن لها سلبيات مستقبلية. صحيح. على المدى الطويل ده بيأثر على الأربطة، بيأثر على الغضاريف. نيجي للخشونة الثانوية، المقصود بيها إيه؟ لقدر الله لو حد تعرض لكسر والكسر ده وصل لسطح المفصل، المكان اللي عنده حركة العظام، لازم علاجه بقى بيبقى متخصص جدا وبدقة عالية جدا إن سطح المفصل يرجع يعني أقرب ما يكون لخلق الله سبحانه وتعالى، عشان الطبقة الناعمة دي ترجع تؤدي وظيفتها وترجع ناعمة تاني زي ما كانت، وما تبتديش تحصل خشونة مبكرة عن الطبيعي. يعني دلوقتي احنا سطح المفصل اتصاب وبالفعل لازم يرجع تقريبا زي ما بيقولوا بالشعرة يعني بالمل عشان نتفادى حدوث الخشونة. طيب احنا بنتكلم في موضوع خشونة المفاصل اكثر ونبغى نعطيله كمان حيز اكثر، بس دكتور عبد الرحمن بنطلع فاصل بسيط وبنرجع مرة ثانية. طيب يلا ولا يهمك حبيبي، منورنا في الإذاعة. نور حضرتك. الله يخليك. دكتور عبد الرحمن الدياصدي، أخصائي أول جراحة عظام وجراحة يد وطرف علوي وجراحات ميكروسكوبية من المستشفى السعودي الألماني. يلا خليكم معنا لا تروحوا بعيد، لسه مكملين مع دكتور عبد الرحمن. ولسه مكملين معاكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعتكم ألف ألف أفهم وبرنامج الطبابة مع الدكتور عبد الرحمن الدياصدي، أحد طبعا الأعضاء البارزين بالمستشفى السعودي الألماني، أخصائي أول جراحة عظام جراحة اليد والطرف العلوي والجراحات الميكروسكوبية. دكتور مكملين معاك. شرف لي. الله يخليك يا دكتور. دكتور بنتكلم أكثر عن طبعا بتجينا أسئلة كثير عن خشونة المفاصل، وإنت نقول إنك فتحت الجرح يعني حلو، هذه اللي انت تكلمت في موضوع الناس كلهم بيستنوا وبينتظروا وبيتحروا انك تتكلم فيه. كلمنا عن خشونة المفاصل وإمكانية علاجه لو كان في فعلا فرصة، قل لنا. تختلف الخشونة حسب الدرجة بتاعتها، من درجة بسيطة أو متوسطة أو متقدمة، وبرضو سن المريض اللي ابتدت معاه الخشونة تحصل، يبقى عاملين بيدخلوا معانا في هذا الأمر. نبتدي العلاج بتاعنا من مجرد أدوية بسيطة موضعية أو حبوب
بجانب الدعامات اللي بنحتاج نلبسها في أوقات معينة اليوم قليل من الراحة، زي ما قلنا الوقاية من موضوع الخشونة هو بالرياضة عامة لكل مفاصل الجسم بعيدة عن اليد فقط، يعني الركبة والحوض وما إلى ذلك، لكن ما زالت الرياضة العامل مهم ورئيسي من العضلات القوية بتخفف الحمل شوية عن المفصل. يبقى ده الشق الغير جراحة. مو دكتور في ممكن سؤال، عفوا على المقاطعة دكتور، ولكن صحيح في كلام يقال إنه المرأة الممارسة للرياضة باستمرار هي أقل السيدات عرضة لهشاشة العظام، هل هذا شيء صحيح؟ هو إحنا هشاشة وخشونة أمرين مختلفين، وده معلومة صحيحة، لأن الرياضة لقوا إن إحنا محتاجين مش مجرد إن يبقى فيه كالسيوم موجود في الدم، لأن العظم عبارة عن إيه عشان نقول فيه هشاشة؟ العظم عبارة عن بروتينات بجانب الكالسيوم ومنتهى البساطة. نعم. الهشاشة هي نقص هذه الكثافة من البروتينات. طيب يبقى أنا محتاج أحافظ على كالسيوم وبروتين يوصل للعظم، اللي بيساعد على ترسب الكالسيوم بصورة سليمة على البروتين والحفاظ على بيئة متوازنة في أنسجة العظام هي الرياضة، هي اللي بتسهل إن الكالسيوم ده يتشال من الدم ويترسب جوه المكان الطبيعي المفروض يبقى موجود فيه. ونفس الشيء حضرتك دقيقة جدا. نعم. جدا جدا. هذه مقولة سمعناها من أحد المستمعين كاتبها، ولكن ودنا نعرف بالنسبة للخشونة الخاصة بالمفاصل هل هي نفس الشيء بالنسبة للرياضة بتأثر فيها تأثير ميكانيكي ولا عشان العضلات بتحميها بالتحديد؟ الاثنين مع بعض. ال- 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 الرياضة زي ما قلت لحضرتك هي بتساعد على ترسيب الخشونة، قصد حضرتك لا هي تأثير غير مباشر. نعم. العضلات القوية بتدي دعم غير مباشر لهذا المفصل، وبالتالي الحمل اللي على المفصل ممكن نقول ان هو ميكانيكيا بيقل شوية، نقدر نقول كده. جميل حلو، بالعكس يعني الدعامة العضلية تكون عليه أفضل. صحيح صحيح. طيب دكتور لو تسمح لي في سؤال من أحد المستمعين لو ممكن. طبعاً. طيب في عندنا ريناد من الطائف تسلم عليك دكتور، تقول لك منور إذاعة ألف ألف أف أم، تقول لك ريناد أنا سيدة كبيرة بالعمر 43 سنة حالياً، حلو، وعندي مشكلة اللي هي مشاكل الضغط الأعصاب في الإيد، فهل هذه لها علاقة مع مشاكل عظام أو أفيدنا الله يخليك؟ لا علينا ليها وألف البأس عليك. أنا لسه كنت جاي في الكلام الأنسجة اللي احنا بتبقى في خلال مجال جراحة اليد والطرف العلوي الأعصاب والأوتار والشرايين، كان لسه جاي الكلام عنها تحديدا الأعصاب. اختناق العصب لازم بنبقى محتاجين نعرف الاختناق ده حاصل في أي مكان بالضبط، وأعرف إزاي أنا عندي مشكلة في العصب، يعني المريض يعرف إزاي أنه هو العصب فيه مشكلة. بتبتدي أول حاجة أن يبقى فيه إحساس غير طبيعي أو خذلان أو تنميل، نقدر نشبهه بالبنج بتاع الأسنان لو حد قضى مثل هذا الأمر. نعم. أو لو حد قاعد كاجي ركبته فترة طويلة مربع أو حاطط رجل على رجل بيحس إن رجليه مخدلة ومش شايلة وفي إحساس زي تنميل وكهرباء فيها. لو الإحساس ده موجود في جزء من الجسم أو في اليد تحديدا في جزء من الأصابع يبقى فيه ضغط على العصب. ده كلنا بنتعرض له في الجلسة العادية، لأن في ضغط ميكانيكي على العصب، مجرد ما بنبتدي نتحرك ونشيل رجلنا وكده الضغط بيتشال وبيرجع الامور لطبيعتها، ده ما فيش فيه مشكله. المشكله امتى اعرف ان انا في ضغط عندي على العصب؟ لو ده حاصل من غير مثل هذه الامور، يعني انا قاعد عادي خالص مستريح خالص على الكرسي بتاعي وايديا منمله ما ببذلش مجهود وايديا منمله. نعم. الاحساس قلنا غير طبيعي، او لا قدر الله في فقد في الاحساس، اعرفه ازاي بدري؟ اعرفه ان انا مثلا بغسل ايديا بتوضى مش حاسس بسقوعية المية أو دفئها، دي علامة مبكرة جدا ومحتاجة إن إحنا نبقى واخدين بالنا منها. نعم. ده معناه إن في ضغط على العصب. طب الضغط ده العصب ده بيمتد من الفقرات لحد طرف الصباع، مضغوط عليه في أي حتة، أي جزء من العصب المضغوط ده بيحتاج فحص، بيحتاج حاجة اسمها تخطيط عصب أو رسم عصب وعضلات، ممكن يحتاج بعض الأشعاعات على الفقرات عشان نعرف الضغط نتيجة انطلاق غضروفي لا قدر الله، ولا نتيجة أنسجة ضغط على العصب في مكان ما خلال رحلته من عند العمود الفقري لحد أقصى طرف. ممتاز. نقدر يبقى محتاجين نعرف الضغط جاي منين من خلال الفحوصات، نعرفنا الضغط جاي منين نبتدي نتعامل معه. ومهم برضو لو في سكر لا قدر الله يتم علاجه، أو التأكد إن ما فيش سكر أصلا بالتحاليل المناسبة زي السكر الصايم والفاطر والتحليل الهيموجلوبين السكري أو السكر التراكمي اللي زي ما بنسميه. نعم. لأن السكر من الأعراض الرئيسية ليه هو التهاب الأعصاب الطرفية،
ونحتاج ان احنا نفرق بينها وما بين الضغط على الضغط على العصب نفسه. طبعا دكتور في حاله مشاكل الضغط على الاعصاب كانت خلاص انكم اتيقنتوا انها حاصله والتنميل ساير، وطبعا حسب كلام الاخت ريناد اللي عرفته منها انه في كف الايد هو عندها هذه المشكله، فهل يحتاج تدخل جراحي حسب درجه الضغط؟ لو حاجه بسيطه جدا ممكن مع بعض الادويه والدعامات الامر يتحسن، لو تحسن يبقى بيها ونعمت، ما تحسنش بنرجع للمرحله اللي بعد كده اللي هي ممكن في بعض الاحيان حسب العصب اللي مضغوط عليه حقنه كورتيزون تساعد شويه في فك التليفات او الحاجه اللي ضغط عليه، لو حاجه بسيطه وحسب زي ما قلت حاجة استكمال الفحوصات كامله. ما كانش بنلجا للتدخل الجراحي طبعا وازاله الضغط على العصب دوت، فهي حسب الحاله بتختلف من مريض للتاني واستجابته ماشيه ازاي والاعراض هل لا قدر الله بتتفاقم، لان اسوا درجه من درجات ان العصب يعني لا قدر الله اتدمر او اصابته شديده جدا فقد القدره على الحركه، يعني كل عصب مسؤول عن حركه بعض العضلات وبعض المفاصل، لو لقيت ان في حركه المريض غير قادر ان هو يقوم بيها يبقى احنا وصلنا لدرجه متقدمه جدا، وساعتها نبقى محتاجين تدخل جراحي سريع عشان نحافظ على العصب ويرجع لاداء وظيفته مره ثانيه. ممتاز، الله يعطيك الصحة والعافية، أشكرك على هذه المعلومات المستفيضة دكتور. وطبعا نقول الأخت ريناد دائما وأبدا مستشفى السعودي الألماني تحت إيدك، يعني موجود على طول يعني متناول الإيد. ودكتور عبد الرحمن دياسطي من أحد الأعضاء الفعالين بالمستشفى. طبعا في سؤال ثاني من عبد العزيز لو تحب تجاوب عليه دكتور. عبد العزيز يقول أنا عندي مشكلة بس مشكلتي في أوتار الإيد، هو من كلامه اللي عرفته إنه هو كمال الشام يعني بيشيل حديد حلو، وتعرض لمشكلة معينة وصار عنده اعتلال في نفس أوتار الإيد أو أوتار اليد نفسها حلو. دكتور بالنسبة لهذه الإصابة يقول عبد العزيز اللي هي أوتار الإيد لو صار لها مشكلة، هل بالعلاج الطبيعي أو لابد من تدخل جراحي أو أدوية؟ كلمنا أكثر عن أوتار الإيد وإيش اللي ممكن يصير فيها من إصابات. صحيح، حسب هل الوتر مجرد اختناق مضغوط عليه، يمكن بعيد شويه عن الرياضيين زي استاذ عبد العزيز والحمل اثقال او اوزان او كده، الاصبع الزنادي دي قصه تانية هاخدها على جنب بعد ما نجاوب على سؤال الاستاذ. بس هذا في اختصاصك صح؟ صحيح اكيد كويس هناخدها بعدين عليك. طيب صحيح طبعا. الاوتار ببقى محتاجه اتاكد اولا هل هو وتر المصاب ولا رباط. لو حد رياضي انا دماغي بتروح اكتر ان انا اطمن ان الاربطه نفسها سليمه، الاربطه اللي احنا قلنا من شويه اللي ماسكه العظام بينها وبين بعضها وبتحافظ على العلاقه او المسافه الطبيعيه ما بين العظام اللي بتكون المفصل، فلازم افرق هل المشكله في الوتر ولا في الرباط. هيجي معايا بقى دور الفحص وهيجي معايا دور الاشعاعات المساعده سواء موجات صوتيه او رنين وما الى ذلك، فلازم اول حاجه نعرف هل الرباط هو المصاب ولا الوتر. طيب لو قلنا ان الرباط خلاص سليم نيجي للوتر. الوتر هل هو مجرد التهاب نتيجه المجهود الزايد ومحتاج مجرد راحه فقط؟ وارد في بعض الاحيان تبقى كده. لو لا قدر الله في قطع جزئي او قطع كلي، القطع الكلي عاده بيبقى باين قوي ان المريض يكاد يكون فقد حركه المفصل ده خالص او الحركه محدوده بدرجه كبيره جدا. نعم. وده بيحتاج تدخل جراحي عاجل. وده اكتر مش بيبقى في الرياضيين، يعني ممكن يبقى في الكبار اكتر. يعني كبار ايوه يعني اوكي فهمتك، مو في الرياضيين، في الناس الكبار بالعمر والمتقدمين بيبقى القطع الكامل يعني اكتر فيهم. الا لو حد رياضي برضو على فكره لو شال وزن كبير جدا 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 ممكن الوتر وهو ماسك في العظمه المنطقه الحرجه جدا دي يحصل عندها انفصال للوتر عن العظام وده بيحتاج تدخل جراحي. يبقى في الحالتين سواء كبار او صغار القطع الكامل ده ملوش حل غير التدخل الجراحي. القطع الجزئي دي بنقول عليها بقى المرحله الرماديه شويه، حسب القطع الجزئي ده نسبته قد ايه من عرض الوتر او سمك الوتر. ممكن لو حاجه بسيطه جدا نقدر نتعامل معاها علاج تحفظي وعلاج طبيعي، او نضطر ان احنا نتدخل جراحيا. وكده كده يعني يحضرني القول ان العلاج الطبيعي والجراحه وجهان لعمله واحده. نعم. وكثير من الجراحات ممكن تبقى ناجحه جدا اثناء الجراحه نفسها، لكن لو ما تمش عمل علاج طبيعي ومريض عنده عزيمه حقيقيه وعاليه وهمه عاليه مش هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. ممتاز. احنا هدفنا بعد اي جراحه ان احنا نوصل لحاجه اسمها بري انجري ليفل او ما قبل الاصابه، العوده للانشطه الطبيعيه الوظيفيه لما كنا عليه قبل حدوث الاصابه. ده الهدف الرئيسي باي طريقه من الطرق بقى سواء تحفظيا سواء جراحيا. وده الهدف اللي انا محتاج اوصل له، قلت تغلبه العدو زي ما بيقول، طالما انا عارف اوصل لده بدون جراحه بيها ونعمل. لا مش عارف،
لازم اتدخل جراحيا عشان المريض يرجع يؤدي وظيفته وحياته بدون الم وبانطلاق حقيقي يعني. الله يعطيك العافية، وبالعكس كلامك جدا محفز لأنكم بتجربوا كل الطرق لما توصل للطريقة السديدة اللي هي تناسب نفس الشخص. في كلمة بتحضرني صديقي العزيز، إيه نعم، decisions before incisions، أو إنك تتخذ القرار الحكيم الأمثل المناسب لكل حالة أهم من إنك تقول يلا نعمل شق جراحي ونعمل عملية. اختيار الـ الطريقة الأمثل للعلاج مهم، نفس البروسيجر صح، الحكمة فعلا. decisions before incisions، وحتى الانسجن انت هتعمل ايه بالضبط، اني عملية انسب، لان كل امر من الامور اللي احنا بنتكلم فيها وهنتكلم فيها بيختلف من حالة للتانية، وانهي جراحة انسب له. الجراحة اللي تنفع لمثل هذه الحالة قد تختلف كليا او جزئيا عن الجراحة اللي تنفع لحالة تانية. طيب دكتور عبد الرحمن، بنطلع فاصل نعطيك نفس، ايش رايك؟ يلا فاصل بسيط دقائق وراجعين مع دكتور عبد الرحمن الدياسطي، أخصائي أول جراح العظام بالمستشفى السعودي الألماني. طيب وصلنا معكم أعزائي المستمعين مع الأسف الشديد للفقرة الأخيرة في برنامج طبابة، وما حسيت أنا شخصيا بالوقت، ولكن دكتور عبد الرحمن الدياسطي منورنا اليوم من المستشفى السعودي الألماني. هلا دكتور. منور حضرتك ومنور مستمعينا، هلا فيك. دكتور بصراحة لا يمل، يعني المواضيع غريبة وجديدة في نفس الوقت، ولكن في سؤال جيك طبعا من الأستاذ محمد. حلو، أنا ما أعرف السؤال هذا في تخصص حضرتك ولا لا، هو بيتكلم عن وجود كتل صغيرة موجودة في الإيد وفي المعصم فوق المفاصل والأوتار. حلو تمام. هو بيقول لك دكتور عندي زي الكتل هذه الموجودة، ومشكلتها أنا يعني هو يتكلم أنها يعني لينة كأنه فيها سوائل بس تسبب له ألم في بعض المرات، هل تحتاج هذا التدخل الجراحي من طرفكم؟ غالبا يعني من وصف حضرتك يعني، وطبعا يعني نحتاج ان احنا نشوف المريض ونفحصه بطريقه دقيقه، بس غالبا دي حاجه اسمها كيس زلالي. الكيس الزلالي فعلا بتبقى يعني هدف اختصاصكم صح؟ صحيح، ممتاز. صحيح. الكيس الزلالي بفضل الله سبحانه وتعالى من اشهر واكثر الاورام شيوعا. ليه؟ لان هو من الاورام الحميده بفضل الله سبحانه وتعالى، مش خبيثة. عادة بيكون علاجها تحفظي، إلا لو مسببة للمريض ألم بقى غير محتمل، مش بيستجيب للعلاجات، مش بيستجيب للدعامات، لو ضغط على العصب، ضغط على شريان، أعراض تنميل، التروية الدموية للأطراف مش كويسة، إحساس بسقعة، تنميل مثل هذه الأمور، يبقى الكيس الزلالي ده عامل مشكلة ولازم يتشال. ليه الحاجة الحلوة إنه حميد زي ما قلنا، إنه حميد ويستأصل عادي. صحيح، مشكلته في رجوعه مرة تانية، فلازم تتم الجراحة بدقة عالية زي ما بيقولوا، بنجيبه من جذوره من أقصى نقطة عميقة، الورم ده خارج منها عشان نقلل فرص إن هو يرجع مرة تانية لا قدر الله. دي بس الحتة اللي فينا، لازم الجراحة تتم بدقة عالية وحرفية عالية لتلافي موضوع ارتجاع الورم مرة تانية، لكن هي حاجة بسيطة جدا ومش مقلقة يعني إن شاء الله. طبعا ما لها عمر معين صح ولا؟ خالص ما لها يعني عمر، هي أكثر يعني نقدر نقول الأطفال قليلة شوية، يعني مرحلة الشباب، بعد كده كل الفئات العمرية معرضة لمثل هذا، لأنه حسب كلام الأستاذ محمد عنده من سنوات طويلة وما تجرأ أنه يشيلها، لكن مؤخرا صارت تألمه، فعشان كده تشجع وسألك هذا السؤال. حان الوقت أعتقد، طالما هي بتأثر على حياته اليومية وما فيش استجابة للعلاجات التقليدية اللي هو جربها قبل كده وبقاله سنوات طويلة، يعني بعد الفحوصات اللازمة أعتقد بنميل أكتر إن إحنا يتم استئصال الكيس الزلالي أو الورم الموجود دول، ونتأكد إن هو يعني هو ده بس فقط الورم الموجود، ونتأكد ما فيش لا قدر الله أورام تانية أو طبيعته إن هو حاجة حميدة مش حاجة لا قدر الله فيها مشكلة تانية. وغالبا كونها بقالها فترة طويلة أحب أطمنه إنها بإذن الله تعالى حاجة حميدة وال تشافي منها سهل بأمر الله. ممتاز. طيب هذا السؤال كمان أخير، طبعا ما راح أزيد عليك أكثر، من الأخت هديل. تتكلم معك الأخت هديل عن موضوع التهاب الأوتار. حلو، تقول التهاب الأوتار في الإيد بتجيها باستمرار، بتروح وبترجع.
حلو، تروح ترجع تروح ترجع. فتقول دكتور هل في أسباب معينة لهذا الالتهاب أو في شيء أنا هي بتسأله في شيء غلط هي بتعمله تتجنبه؟ ربنا يبارك فيها وفي كل سيداتنا الفضليات، والمجهود اللي ممكن بيبذل أحيانا في البيت في الأعمال المنزلية أو حتى في الأعمال المكتبية زايد عن الحد، أو الأعمال اليدوية لو حد بيستخدم إيده في الشيل وخط كتير، التكرار بتاع المجهود الزايد عن الحد ده بيسبب التهاب الوتر. طب يعني هو تعرف ما ودك طاك، هي تشتغل، هي فنانة تشكيلية رسامة هذه ترسم، يعني هذا البروفيشن حقها، فيمكن عشان كده بيجيها الالتهاب عشان الريشة والتركيز والمسك والحط. الشغل دقيق جدا، ولو هي بتقعد فترات طويلة بتعمل من غير ما تاخد فترات راحة كافية، ده أحد الأسباب اللي بتسهل حدوث التهاب الوتر أو اختناقه في المحفظة بتاعته. واللي ممكن يزيد ده حاجة اسمها إصبع زنادي. يعني إيه إصبع زنادي؟ كل وتر موجود في المحفظة بتبقى مسؤولة عن حمايته وتغذيته. الحركة الزيادة بتؤدي لحدوث زي تليفات، بتضيق المحفظة دي شوية، فبتخلي الحركة بتاعت الإصبع بتبقى لو الموضوع تفاقم أو زاد قوي الالتهاب بتبقى غير طبيعية. بمعنى لو الصباع التانى يجي المريض يفرد صباعه مش بيتفرد بسهولة، غير لما يجي ممكن في بعض الأحيان يفرده بصباع تاني، أو مرة واحدة الصباع يتفرد زي الزناد بتاع السلاح متيبس جدا جدا جدا، ومرة واحدة التليفات دي تتفك فيروح مفروض. طيب تفادي الامر زي ما قلت فترات، هو التفادي ايش اللي تسويه بالتحديد عشان على اساس انها تكون واعيه؟ في حاجات بايدينا وحاجات مش بايدينا. يعني فترات راحه قدر الامكان، ساعات بنستخدم دعامات عشان تقلل الحمل على المفاصل والاوتار. في فتره من الفترات، يمكن سؤالها فكرني بحاجه، من اشهر الاوقات اللي ممكن يحصل فيها التهاب في الاوتار الأمهات. نعم. فترة الحمل والولادة التغيرات الهرمونية دي بتؤدي لاحتباس السوائل بالجسم والأملاح، فده بيضغط شوية على الأوتار، وأحيانا كمان الأعصاب، ضغط العصب اللي اتكلمنا عنه من شوية. نعم. والضغط على الأوتار فيعمل حاجة شبه الإصبع الزنادي أو التهاب الوتر، فدي حاجة بنضطر نصبر عليها شوية، بناخد أدوية ساعتها بسيطة، ما نفضلش تدخل جراحي في الفترة دي لحد ما الأنسجة تلتئم، لأن عادة بعد الولادة على خير بأمر الله سبحانه وتعالى الأمور بترجع لطبيعتها، فبندي علاج يعني مساعد أو علاج تحفظي غير جراحي في الفترة دي. يبقى هي الراحة زي ما اتفقنا هو الأساس، وبعض الأدوية الموضعية لو الأمر استدعى. وطبعا أنت لفت نظر هديل على كلمة قلت لها أنه في حالة الشغل أو الرسم الدقيق لمدة طويلة بدون راحة حتصير لها هذه المشكلة أصلا. صحيح. فلا بد انك تاخذي بريك يعني شويه بين وبين، لما تحسي بمشكله او الم يعني خففي شويه من الحماس وارتاحي زي ما قال لك دكتور عبد الرحمن. بالضبط، يعني نشتغل كويس جدا لكن نقسم فترات العمل قدر الامكان بحيث ما يبقاش في ضغط على الاوتار فتره طويله. ممتاز جدا دكتور عبد الرحمن، طبعا يعطيك العافيه، انت جاوبت على كل الاسئله انا ملاحظ، وبعدين انا ملاحظ ان المستمعين ما شاء الله متعاونين معك بيعطوك مواضيع انا ما اعرفها. لا ربنا يزيدك علم، ما شاء الله عليك، يعني مذاكره الاحياء فرقت معك لحد النهارده. هو لا تعرف هو معلومات عامه، انت عندك هذه المعلومات المتخصصه دكتور، وبعدين تسلم على كل الاستفاضه في المعلومات بالكامل. دكتور نبغى نتكلم طبعا في النهايه عن شغله كده نقدر نسميها بيسك اساسيه الى كسور اليد والمعصم عموما. نبغى نتكلم عنها لكبار العمر لأنها أحسها في الصغار بسرعة بتلتئم وبتنتهي، لكن كبار العمر فوق 50 كيف يتعاملون مع هذه المشاكل 50 وطالع؟ حسب العظمة زي ما حيك قلت، لو سلميات بسيطة ممكن حسب شكل الكسر وطبيعته يبقى علاج تحفظي، بس محتاجين لو في سكر يبقى لازم يتضبط كويس لأن بيأخر الالتئام، محتاجين الاهتمام بالتغذية الجيدة عشان نسرع الالتئام. في بعض الأحيان لو في هشاشة قايمة بالفعل بيبقى الالتئام أصعب شوية، وده ممكن يخلينا ساعتها نلجأ للجراحة. وبرضو يستدعيني الأمر التدخين من العوامل اللي ليها تأثير مباشر وغير مباشر على التئام العظام، فمهم يعني على الأقل، يعني أنا بقول دايما لو حد مدخن يبقى على الأقل فترة التئام الكسر تقلل التدخين، إن مكناش نمنعه خالص بالكلية، لأن بمنتهى البساطة هو بيمنع أو بيقفل حنفية الغذاء اللي وصل للعظم، إنه بيأثر على الوعاء الدموي، فبالتالي بيأخر الدم. مهم إن إحنا تدخين، السكر، التغذية الجيدة،
حسب طبيعة الكسر وأني عظمة مكسورة، دي تفاصيل فنية بتختلف إن كان الأمر يستدعي تدخل جراحي أو ممكن تبقى فترة جلدية أو جبس. بس زي ما حضرتك قلت التئام الكسور في الأطفال بيبقى أصعب بكتير من الكبار، تبقى الفترة أطول شوية، وده بيستدعي برضو هيبقى علاج طبيعي تأهيلي بعد تمام الالتئام بفترة أطول شوية. ومهم جدا جدا استعادة مدى الحركي لما كانت الأمور عليه قبل الإصابة وقبل. الله يعطيك العافية دكتور، وفعلا خاتمتها مسك معك. دكتور عبد الرحمن الدياسطي، طبعا أخصائي أول جراحة عظام، جراحة الإيد والطرف العلوي والجراحات الميكروسكوبية بجانب جراحة تثبيت الكسور وعلاج الإصابات وتخصصات العظام العامة، أحد الأعضاء المميزين في المستشفى السعودي الألماني. شكرا لك وعلى وقتك وعلى كل استشارة ومعلومة اليوم أنت أكرمتنا فيها يا دكتور. شرف ليا، وأرجو أكون يعني ساعدت بتوضيح بعض الأمور، ويشرفنا نخدم مرضانا جميعا. دوموا دايما بصحة وعافية ونراهم كأهلنا. الله يعطيك العافية رب. شكرا لك يا دكتور، إلى لقاء متجدد معك مستقبلا بإذن الله. يشرفنا. في أمان الله، مع السلامة. وأعزائي المستمعين، طبعا هذه الحلقة برعاية المستشفى السعودي الألماني، نرعاكم كأهالينا. طبعا لتواصل معهم على الرقم الموحد 920-00-3-7997. كان معكم من خلف المايك كان المهندس ومن الإخراج والكنترول القبطان خالد القايدي. في أمان الله، نكمل مع بقية برامجنا.